السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معايا بقى النهاردة أكلة من فلسطين حلوة جدا. أنا معايا المسخن الفلسطيني. هنبتدي كده بسم الله ونعمل أول حاجة. معايا هجهزها، هسلق فرخة مقطعها 8 قطع، هسلقها بالطريقة العادية خالص، بصلايه جزراية توابل، وهسيبها كده تستوي على النار لغاية ما أجهز البصل المكرمل. معايا اهو انا معايا هنا 4 بصلات متوسطين كده، مقطعهم شرايح، وفي معلقه سمنه، وهبتدي ادبلهم. بس انا مش عايزاه ياخد لون، يدوبك بس هيبقى لونه شفاف كده. وهبتدي بقى ايه، انزل عليه بالتوابل بتاعتي. هياخد معايا ملح، هياخد فلفل اسود، بهارات، مكعب مرق يطعمهولي. والمكون الاساسي في التوابل معايا النهاردة هو السماق. السماق ده اساس الاكلة دي، هنستخدمه بقى كتير في الفيديو. تابعيني ان شاء الله كده وهتشوفي الطريقة بكل سهولة، وهقولك على كل بديل فيها ممكن تعمليه بايه. ومعايا هنا معلقة دبس رمان كده، هتديها مزازة حلوة قوي. دبس الرمان مقارب شوية للسماق في الطعم من ناحية المزازة. هطفي الكلام ده كله بقى بمعلقتين شوربة كده، وهسيبهم بقى يتكرملوا مع بعض على نار هادية لغاية ما اكمل واشوف انا هعمل ايه. بصي بقى، وصل للمرحلة دي معايا اهو. ودلوقتي حالا هقولك انا عملت الفراخ بتاعتي دي ازاي باللون ده. انا اول حاجة عملتها وانا بسلق الفراخ، حضرت كده صينية جهزت فيها فرشة حلوة قوي، بصلاية كده صغيرة قطعتها شرايح مع طماطماية وقرن فلفل وتوابل من اللي انا حطيتها على البصل وهو بيتكرمل، ودعكتهم في بعض كويس قوي، وعملتهم فرشة افرش عليها الفراخ بتاعتي. بعد ما استوت 3/4 سوا، لان انا عايزة اسويها في الفرن، عايزة اديها طعم وريحة الفرن. مغرفتين شوربة كده عشان الفراخ بتاعتي ما تلزقش، وهجهز معايا صوص حلو قوي هدهن بيه الفراخ، هيديها لون جميل جدا. الصوص عبارة عن دبس رمان ومعلقتين وزيت وصويا صوص وتوابل وسماق. تمام كده، هبتدي بقى ادهن الفراخ بتاعتي دهنة حلوة كده كلها، وهبقي شوية من الصوص ده هقولك هنحتاجهم في ايه. كل الكلام ده لما يدهن بقى والفرخة بتاعتي تدهن كويس على في الفرن، هدخلها وهقولك هنسويها ازاي. دلوقتي هي مستوية 3/4 سوا، هي داخلة بس تكمل في الفرن سواها وتاخد لون. خلاص دهنتها كلها اهي، هديها بس رشة فلفل اسود كده من فوق بسيطة. ورشة سماق حلوة، احنا اتفقنا ان الاكلة دي معتمدة على السماق الاساسي فيها، والطعم اللي ظاهر فيها السماق، وهو طعمه حلو جدا. بصي ده بيبقى شكله لما بتجيبيه من عند العطار، انت ممكن تجيبيه صحيح وتطحنيه، وهو بيجي من عند العطار مطحون خشن شوية كده. هحط بقى على كل قطعة كده، هوزع شوية سماق. متقلقيش طعمه حلو جدا، اللي ما جربوش لا يجربه، طعمه جميل جدا. وهاخد بقى الصينية على الفرن بتاعي تكمل سواها في الرف الوسطاني، تاخد لون على درجة حرارة 180. معايا بعد كده بقى ايه، العيش البلدي بتاعنا العادي اللي بنجيبه من الفرن.
انما المسخن اساسه مش العيش البلدي ده، احنا بنعمل بدايل الموجود بنتصرف بيه. انت ممكن تعمليه بالعيش اللبناني، ممكن تعمليه بالعيش السوري، انما هم اساسا اخواتنا الفلسطينيين بيخبزوا له عيش معين كده وبيعملوه عليه، طبعا بيبقى تحفة عن الحاجات دي كلها، بس احنا بنتكلم عن الاسهل والمتوفر عندنا. انا جبت البصل المكرمل معايا اهو، وانا فاتحه العيش بتاعي نصين كده، هاخد طبعا الجزء اللي تحت من الرغيف يعني زي ما بعمل الحركه دي كده هغمسه في الصوص اللي خارج من البصل المكرمل ده. طبعا بقى كله بقى توابل ودبس رمان، يعني حلو جدا. هنعمله بالحركه دي كده، وهعمله فرشه كده في الصينيه بتاعتي، وتكون صينيه ستانلس او صينيه المونيا، المهم انها تخش الفرن برضو علشان الطبق بعد ما هجهزه هدخله الفرن. عملت الأرغفة بتاعتي كلها، هبتدي بقى البصل نفسه بقى هبتدي كده اوزعه على العيش بتاعي. وبرضو هسيب شوية على جنب. وزعتهم كويس اهو بالتساوي كده على الرغيفة بتاعتي. بعد كده بقى الفراخ بتاعتي كانت طلعت خلاص من الفرن، هبتدي بقى اوزع القطع بتاعتي. خلاص استوت بقى سوا كامل. بصي بقى اللون تحفة، واخده لون جميل جدا، وطعم بقى وريحه مش قادره اقولك، حلوين قوي. هرصهم كده بشكل حلو على الصينيه حوالين العيش كده، وطبعا مش هنسى البصله بقى والحاجات اللي انا كنت حطها تحت الفراخ، خدت طبعا الصوصات والبهاريز بتاعت الفراخ كده. هبتدي بقى ايه اوزعها برضو على العيش وعلى الفراخ من فوق الوش كده. بصي الصوصات اللي نازله منها تحفه. هبتدي كده اوزعها، وهنزل ببقية البصل المكرمل ده فوق الوش كده. برضو هوزعه. اخر حاجة بقى هعملها في الصينية بتاعتي قبل ما هسويها طبق الصوص بتاعي. فاكرة الصوص اللي احنا عملنا بيه الفراخ؟ انا بقيت شوية صغيرين كده منهم. هبتدي ادي دهنة تانية للفراخ علشان وشها ما ينشفش معايا لما ادخلها الفرن تاني، وتديني لمعة حلوة كده. وحروف العيش بتاعتي هدهنها تاخد لون وطعم وتديني قرمشة حلوة قوي. هدهن كده بيها حروف العيش كويس قوي، والفراخ كل الكلام ده بقى كله هيدخل برضو على درجة حرارة 180 في الرف الوسط اللي في الفرن. هيتقرمش بقى العيش، هتلاقي بقى الطعم تحفة. العيش من الحروف هيبقى مقرمش عندك من الوسط، هيبقى شارب بقى الصوص والبصل والكلام ده كله. بصي حطيتها اهو على الرف الوسطاني في الفرن. تقعد بتاع ربع ساعة مش اكتر، طلع تحفة ما شاء الله، جميلة جدا، من الاكلات الحلوة جدا. بص العيش بقى مقرمش ازاي في الحروف، ومن جوه شارب بقى من الصوص والبصل. بجد بجد تحفة، جربيها. هي المفروض في اساس الاكلة الفلسطينية بيحطوا السنيبر
بس احنا هنعمل بالموجود عندنا. انا عندي هنا السوداني، انا حمصته بمعلقه سمنه كده، خد لون وريحته طلعت، وزعته عليها. بجد من الاكلات الجميله جدا جدا جدا. انا عملته، بس طبعا اكيد اكيد هم ليهم طريقتهم واحنا لينا طريقتنا. بس اهو احنا